السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. معكم هويدا محمود، وإن شاء الله النهاردة هنشوف قطعيات اللحمة المختلفة. كتير من المتابعين كانوا بيسألوني الستيك بنطلعه من أي حتة، عرق الفليتو بنعمل بيه إيه، الانتر كوت عبارة عن إيه. فإن شاء الله النهاردة هنشوف قطعيات مختلفة، وأنا جبت اللحمة كتل سليمة علشان أوضبها قدامكم، ونشوف مع بعض إيه الأصناف اللي ممكن تتعمل بيها. نحضر العدة كده ونقول بسم الله. في الأول حطيت البلانشة، جبت السكاكين اللي أنا هستخدمها، وأول حتة طلعت معايا من الكيس قطعية من الرقبة. هي ما شاء الله يعني حجمها كبير شوية، لأن الذبيحة دي واضح إن هي ضخمة. حتة الستيك دي كان بيزود لي بيها الميزان. هنا بقى هي تبان إن هي كتلة واحدة، لكن يعني بنلاقيها اجزاء، يعني فصوص كده ماسكه في بعض. فاول حاجه ببتدي ان انا افصلها. دي السكينه الجديده اللي انا كنت شارياها، جايباها علشان اقطع بيها اللحمه، لكن لقيتها مش حاميه قوي برضو، فرجعت لسكينتي القديمه تاني. دي اكتر سكينه حاميه عندي، وبالرغم ان حجمها كبير لكن بستعملها في كل حاجه. نرجع للحمه بقى علشان ما توهكوش معايا. انا في الاول هفصل اللحمه من بعض، يعني كل جزء هقطعه لوحده. الرقبة بتكون مميزة ان هي بتبقى ناعمة الى حد ما، طعمة قوي في الخضار، يعني ممكن نعملها طاجن، ممكن نطبخها في الخضار، ممكن نعملها فخارة لحمة، يعني بتتعمل بكذا طريقة. لكن انا في عادة غريبة بصراحة، لما بلاقي اللحمة فيها كتلة حمراء وتخينة كده، يعني حجمها بيكون كبير، ايدي تلقائي بتروح تقطعها شرايح، يعني بحب اللحمة الشرايح بشكل غريب. فبالرغم من الرقبة فيها حتة كده يعني حمرة، ما قطعتهاش مكعبات، وفي الاخر رحت قطعتها شرايح برضو. بعمل ايه بقى بالشرايح دي؟ ممكن ان انا اعملها بيكاتا، ممكن ان انا اشوحها برضو بطريقة كده معينة واعملها بالصوص، الصوص البني، او بعمل انا برضو كذا صوص بطرق مختلفة، بيكون طعمها ممتاز. فانا الحتة دي لقيتها حلوة كده وشكلها مغري، فقطعتها شرايح. لكن ده مش ستيك طبعا، الستيك انا بطلعه من الانتركوت، وهنشوف دلوقتي الانتركوت شكله ايه وبيتوضب ازاي، وهنشوف عرق التريبيانكو. برضو انا جايباه سليم زي ما هو، يعني مش سليم العرق كتلة واحدة، لا انا جايباه مش متوضب، وهوضبه معاكم، وهنشوف برضو مع بعض ايه الاصناف اللي ممكن يتعمل بيها الحاجات دي. بالنسبة بقى لأحلى قطعية في الذبيحة، هي إيه؟ أنا هنا قطعت الحتة دي شرايح، والحتة التانية دي أغلبها هقطعها مكعبات وهعملها في الخضار. نيجي بقى لأكتر سؤال بيتسأل، إيه أفضل حتة في قطعيات اللحمة؟ أفضل حتة هي الفليتو. عرق الفليتو بيكون مميز جدا جدا، وبصراحة يعني خسارة ان هو يتسلق او يتعمل في الخضار. هو بيتعمل ايه؟ هو بيتشوي على شواية الفحم على الجريل، يعني حتى لو على الطاسة بيتشوي، بيتقطع شرايح، بيتبل تتبيلة بسيطة قوي، حتى لو ملح وفلفل اسود بس، فبيبقى طعمه رائع. طب مميز في ايه بقى؟ ان هو ناعم، طعمه حلو قوي، ما بياخدش وقت خالص على النار. يعني لو احنا مقطعينه شرايح وحطيناه على الطاسه مثلا او على الجريل، الشريحه الواحده يعني كل شريحه بتاخد من 3 دقائق ل4 دقائق على النار، يعني بسيبها 3 دقائق مثلا واقلبها الناحيه التانيه 3 دقائق كمان، وكده خلاص بتكون استوت. فدي ميزه الفليتو، ان هو بيستوي بسرعه وطعمه حلو وقطعيته ناعمة، يعني اللحمة بتاعته بتكون ناعمة جدا. لكن احنا لما بنشتري من عند الجزار بيجي مش متوضب، بيبقى حواليه كتلة كبيرة من الدهن، ولو حتى الجزار وضبه، فاحنا لما بنيجي نقطعه في البيت هو بيكون يعني متكون لثلاث أجزاء. الجزء اللي هو بيبقى في الجنب ده احنا بنشيله، ممكن نشوحه، والحتة اللي بتبقى في فوق دي اسمها البرشتة، ودي برضو يعني احنا ممكن يعني ما نستعملهاش في الشوي. لكن العرق المدور اللي في النص لوحده ده الجزار يعني بيسميه كده يعني سولو، بيكون لوحده كده سولو، فده اللي بنقطعه شرايح وهو ده اللي بيتشوي.
لما الجزار بيبيعه كده طبعا منفصل بيكون سعره غالي اغلى من اللحمة العادية، وخصوصا لما بيكون موضبه وشايل منه الدهن كمان. فدي افضل حتة احنا ممكن نجيبها. انا بقى استغليت تقطيع الرقبة في ان انا اقول لكم شوية حاجات كده انتوا كنتوا حابين تعرفوها. طيب ايه الحتة اللي بعد الفليتو؟ الانتركوت، من افضل الحتت اللي في الذبيحة كلها بعد الفليتو. الحتة دي بقى يعني بصوا تتعمل كل حاجة تتخيلها، تتعمل استيك، تتعمل بوفتيك، ممكن ندخلها في الخضار، يعني ناخد الجزء اللي تحت منها بعد ما نطلع الاستيك من الكتلة الكبيرة اللي فوق دي ونعملها في الخضار. الكتلة اللي فوق دي اللي هي عند الضلوع الأولى للذبيحة، يعني أول ضلعين دي بتتقطع شريحة كبيرة يعني وزنها من 300 ل 400 جرام، وبيكون اسمها الريب آي. الحتة دي مميزة قوي، يعني على الطاسة كده بتستوي يعني في خلال 10 دقايق من الناحيتين، بتتبل تتبيلة بسيطة قوي ومميزة كمان ان هي بتتبل في وقتها، يعني مش محتاجة ان هي تتحضر من قبل كده. دي برضو حتة مميزة. الحتة التانية اللي مميزة برضو اللي هي التي بوي، دي بقى برضو مميزة اكتر. ليه؟ لان هي بيبقى شكلها زي حرف التي كده، وبيبقى جزء منها من الانتر كوت والجزء التاني من الفليتو، فبرضو بتكون غالية قوي، يعني ممكن ناكلها باسعار مبالغ فيها قوي في المطاعم، في حال ان احنا ممكن نشتريها من عند الجزار ونعملها في البيت وبتطلع بنفس النتيجة. هنا انا برضو بقطع اللي هي الحتة التانية، برضو هي حتة من الرقبة، بس انا بحب اوضب اللحمة برضو كده، يعني اما بتكون الحتة ناعمة قوي قدامي بحب اقطعها شرايح، وبشكل بقى في الشرايح دي زي ما قلت لكم من في الاول، يعني ممكن اعملها شاورما، ممكن اعملها بكاتا، ممكن اعملها يعني الحاجات اللي هي بتعمل بالصوصات. ندخل بقى على التريبيانكو. عرق التريبيانكو اللي هو الروستو، هو ده اللحمة الباردة. انا طبعا لقيته كده عند الجزار، فانا اشتريته زي ما هو كده بحاجاته ومحتاجاته، فقلت هوضبه بقى قدامكم علشان نشوف بيتعمل ازاي. طبعا انتوا لو بتشتروا من عند الجزار هتجيبوه متوضب، يعني القشرة اللي عليه دي كلها مش هتبقى موجودة خالص، لكن لو مثلا حد جابه لكم وكان بالشكل ده فدي طريقة توضيبه، لازم نشيل كل الحاجات اللي عليه من بره دي خالص، ويبقى العرق اللي هو اللي جوه ده يبقى كتلة واحدة مدور كده صافي ومتشفي خالص مفيهوش اي حاجة. زي ما قلنا ده بيتعمل اللحمة الباردة، وبيتعمل برضو كذا صنف تاني، لكن هو اشهر حاجة للروستو هي اللحمة الباردة. بيكون النسيج بتاعه خشن شوية، علشان كده لما احنا بنعمله في وصفة اللحمة الباردة يعني بيتقطع بعد كده شرايح رفيعة وبيكون طري في الوقت ده، لكن احنا لو قطعناه كتل تخينة يعني مش هيبقى حلو قوي في الأكل. فحتى لما بنعمله وصفات تانية وبنقطعه شرايح بعيدا يعني عن وصفة اللحمة الباردة ما بنقطعوش شرايح تخينة قوي. كده انا شلت كل الحاجات والمحتاجات اللي حواليه دي، وكده العرق خلاص بدأ يبان. بحاول حتى اللي هي القشرة البيضة دي انا بحاول اشيل اغلبها. الجزء ده برضو هوضبه، الحتة اللي طلعت من حواليه دي انا هوضبها وهقطعها، بشيل بقى الحتت اللي هي الصغيرة دي. كده خلاص انا شفيته ووضبته وبشيله زي ما هو كده. على فكرة احنا ممكن ما نطبخوش كله مرة واحدة، احنا ممكن نقسمه نصين، يعني لو حجمه كبير قوي علينا نقدر نقسمه نصين ونطبخ كل مرة جزء، او نسويه كله مرة واحدة ونقسمه في اكياس يبقى مستوي جاهز، يعني شرايح لحمة باردة ونغلفها ونشيلها في الفريزر وبتطلع مستوية وجاهزة وبتبقى جميلة جدا. دي بقى بقية الحتة اللي انا قطعتها. هنا انا بقطعها مكعبات، وعلشان اعملها كباب حلة او علشان اعملها في الخضر. بحط بقى القطعيات دي كلها مع بعض في طبق واحد، وبعد كده بكتب على كل طبق الطبخة بتاعته ايه.
نيجي بقى للحتة العظمة، الحتة اللي أنا أول ما بشوفها بضعف وبنهار، الانتركوت، من الحتت اللي مميزة قوي 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 ومحببة لقلبي، يعني أنا ممكن أتغزل فيها طول الفيديو. أنا لما رحت للجزار قلت له أنا عايزة الحتة دي زي ما هي، كان اللي هو اللي بشغال معاه يعني لسه بيشفيها، فقلت له بص ما تقطعش منها أي حاجة، سيبها لي كده زي ما هي. وزنتها وقلت بقى هقطعها معاكم وتشوفوا انا بعملها ازاي، او انا بفنن فيها ازاي، يعني انا بحب قوي يعني اعمل ابداعات في الحتة دي. اول حاجة انا بشيل القشرة اللي بره، تمام؟ طيب بتكون عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن الحتة الكتلة التخينة اللي فوق دي، ودي بتبقى في الظهر فوق، دي اول الكتلة خالص، ودي اللي بتطلع منها الاستيك، وممكن نطلع منها كمان البفتيك، يعني عادي بيطلع برضو بيبقى حلو قوي. هي دي بقى الحتة اللي احنا بنطلع منها الريب اي. بتتقطع كده كتلة كبيرة، بتكون تخينة كمان، وزنها 300 جرام او 400 جرام. لكن مش هي الحتة دي، الحتة اللي انا بقول لكم عليها بتبقى في مقدمة الضلوع، او يعني عند اول ضلعين او اول رشتين. هنا بقى السكينة كانت تلمت شوية، فانا حبيت ان انا اسنها. عندي مسن كده، هو شكله غريب شوية لكن بيسن السكاكين حلو قوي. فانا هنا بوريكم ان لو انت اول مرة عايزة تسني السكينة ما تسنيش بالطريقة السريعة دي، غير لما تكوني متدربة على الطريقة دي كويس قوي. لكن لو السكينة بقت تلمة يعني وعايزة تسنيها كويس، بتاخديها على المسن يمين وشمال، يعني الوش اليمين بتاعها والوش الشمال بتاعها، يعني من الناحيتين كده بعيد عن ايدك خالص، وخلي بالك من ايدك خالص. هنا بقى بنشرح ايه الحتة اللي هي الحتة العظمة اللي انا بقول لكم عليها دي، الحتة اللي هي الستيك. انا بجيبها في الاول كده، احنا دايما بنلاقي الحتة دي عند الجزار بالشكل ده، الحتة دي كانت جاية في الميزان زيادة، بيزود لي بيها الميزان، فبيبقى عليها القشرة من بره. دي اللي انا مقطعها، انا شايلة القشرة اللي بره اللي هي دي اللي انا بشاور لكم عليها دي. الجزار طبعا ما بيشيلهاش، بيسيبها عليها. والحتة دي برضو ميزة الستيك ايه، ان الحتة اللي هي الدهن اللي عليه من بره دي لما بيتشوي بيبقى طعمه حلو قوي. طيب انا قطعته اللي هي القطعيات الاولى اللي هي في اخر الرخامة هناك دي. ممكن نقطعه ازاي تاني؟ هنشيل بقى الحتة اللي تحت. انا هنا لقيت حتة يعني قرقوشة صغيرة كده، فبشيلها الاول. الكتلة اللي فوق اللي هي بتبقى عن سلسلة الظهر دي، بيبقى نازلة على قليل، نازلة على الحتة اللي هي بقية الريش اللي بتبقى نازلة عند البطن من تحت شوية، فالحتة اللي من تحت شوية دي بتبقى رقيقة، دي ممكن نعملها في الخضار على فكرة. فأنا هنا هقطع ستيك بس بشكل تاني، يعني بشكل اسطواني كده دواير، مش زي الحتت الاولى. الحتت الاولى تحس ان هي مسحوبه، يعني كتله مدوره ومسحوبه على تحت. دي الحته اللي فوق انا بشيلها، برضو هتتقطع مع الخضار، ممكن ان انا اشوحها، بتبقى ملبسه كده وجميله قوي لما بتتشوح. كده بقى احنا طلعنا حته الاستيك لوحدها. بص بقى انا هقطعها هنا شرايح، هي نفس اللي متقطعه في الطبق هناك دي، بس صافي من غير الزيادات اللي تحت، بتطلع بالشكل ده. دي بتتبل تتبيلة بسيطة قوي، يعني ملح فلفل اسود، ممكن نديها كده كمية بسيطة من مية البصل، لو حبينا نزود رشة بسيطة من البهارات او الزعتر. التتبيلة دي بتكون بسيطة قوي، ودي من الحاجات اللي انا لو مش متبلاها وشايلاها جاهزة بتبلها برضو وقتي، مجرد نص ساعة بتتبل وبتبقى جميلة جدا، ولو سبناها ساعة او ساعتين النتيجة بتاعتها بتكون افضل. لكن ما بقلقش يعني لما بتبلها على طول وبستخدمها. بقيت الحتة انا قطعتها شرايح، وكل الحتت اللي انا قطعتها ستيك دي انا هشويها على الشواية او على الجريل، بتستوي بسرعة، طعمها حلو قوي، القطعية دي ناعمة جدا جدا. طيب كده انا قطعت شكلين من الستيك. طب ننفع الحتة دي نعملها اسكالوب اللي هو البوفتيك؟ تنفع. طيب ايه الفرق بين الاسكالوب وبين الستيك؟ الستيك ينفع يبقى فيه دهن زي ما احنا شايفين كده، الحتة الاولى اللي انا كنت مضباه في الاول حواليها دهن داير ما يدور،
فدي تنفع عادي لما بتشوي، بيديله طعم حلو قوي. لكن الاسكالوب او البفتيك ما ينفعش يبقى فيه دهن، بتبقى حتة حمرة خالص. فاحنا لو طلعنا من الحتة دي بفتيك لازم نشيل الدهن من حواليها، وبخلاف طبعا ان لازم تكون الشرايح رقيقة قوي، علشان لما نبططها بالساطور او بالمدق بتاع البفتيك تبقى حتة ناعمة كده ومفتحة مع بعض. لكن الستيك ممكن يبقى تخين شوية. هنا انا وضبت خلاص الستيك، وشوفنا بنطلعه ازاي، وحتة الانتر كوت بنطلعها، بنطلع منها الستيك بشكلين مختلفين. الحتة الاولى اللي هي بنحس انها كتلة حمراء وفيها حتة كده زيادة من تحت، ده الشكل الشهير. والحتة التانية بكون خلاص بقى قطعت الانتر كوت نصين، وباخد شرايح الستيك مدورة كده من غير حاجة تاني. دي بقى حتة اللحمة اللي انا قطعتها شرايح رفيعة، انا هعملها هنا بفتيك اللي هو الاسكالوب. هنا انا شلت منه الدهن، ما حولهوش دهن يعني زي حتة الستيك الاولى. بنقطعها شرايح مثلا بسمك سنتي 2 سنتي، لو هي مثلا بسمك سنتي بتبقى كده هي مترققة، يعني عايزة دقة بسيطة. لكن لو قطعناها تخين هندق عليها شوية حلوين كده علشان تفتح كده وتبقى مفرودة. وعلى فكرة الدق اللي عليها ده بيفتح الأنسجة وبيخليها ناعمة، بتستوي برضو كده أسرع. فانا قطعت شرايح بحجم صغير، ما عنديش اللي هو المدق بتاع البفتيك، فانا دايما بفرده بايدي الهون. ممكن لو عندنا اللي هو السطور العريض ندق عليه، بس انا ما حاولتش ان انا افرده قوي، لان اللحمه دي انا كنت بوضبها الفجر، وما كنتش حابه بصراحه ان انا اعمل ازعاج يعني للجيران عندي، لان الدق بالليل بيكون صوته عالي قوي. فانا حاولت بس ان انا ادق كده بالراحه، يعني حتى انا مش بعلي ايدي قوي، بحاول انا بس افردها كده علشان اللي عايز يعمل بفتيك وبيعمله اول مره يعني يشوف بيتفرد ازاي. فكنت كده انا بحسس يعني عليه، لكن علشان مسرعه المقطع تحسوا ان انا بدق جامد. هنا انا طلعت من الحته دي كام حته اسكالوب، اللي هو اسكالوب بانيه، فانا بططتهم كده وبقى عندي كيس بفتيك، وقطعنا الستيك بشكلين مختلفين. والحتت اللي انا طلعتها من التوضيب دي بقطعها مكعبات، وهنعملها اي حاجة احنا بنحبها. دي الشرايح اللي انا قطعتها الاول، ممكن اعملها بيكاتا او اعملها ورقة لحمة. دي شرايح الستيك، الشرايح اللي متوضبة شلت منها الجزء اللي هو زي ده. دي هي انا بوريكم هنا بقى الفرق، دي هي بس دي شرايح متوضبة ودي انا سايباها زي ما هي، ده الشكل الشهير قوي اللي احنا عارفينه. فممكن اقطعها بالشكل ده او بالشكل ده، زي ما احنا بنفضل. الحتة دي مميزة قوي في الطعم، النسيج بتاعها حلو، ما بتاخدش سوى، التتبيلة بتاعتها بسيطة، دقايق بسيطة وبتكون استوت. الجزء الباقي من القطعية دي اللي هو ده نقدر نعمله في الخضار، عرق التريبيانكو، تعمل لحمة باردة وبتعمل وصفات كتير قوي. دي اللحمة بتاعت الخضار، انا عملت منها كذا كيس. ده البوفتيك، وبرضو كل طبق من دول هنكتب عليه الوصفة بتاعته. هنا في شرايح انا هقطعها شرايح صغيرة قوي، ممكن اعملها شاورما، ممكن ندخلها برضو في وصفات كتيرة قوي. في الاخر القطعيات نخلي بالنا قوي واحنا بنشتري البفتيك كمان، يعني قبل ما انسى، لو احنا مثلا ما عرفناش نجيب البفتيك من الانتركوت بيطلع من ايه؟ بيطلع من وش الفخده. البفتيك او الاسكالوب بيطلع من وش الفخده، الحته بتاعته هنا بتكون مميزه قوي. طيب لو ما فيش وش فخده والجزار مثلا قال لي انا ما عنديش وش الفخده، ونطلع حته من السمانه، بتبقى برضو مناسبه قوي في البفتيك او الاسكالوب. دي بقى هنا حتة لقيتها فيها دهن كده وملبسة، فدي عايزة تتفرم وتتعمل مثلا في السجق. وبالشكل ده احنا كده شفنا مع بعض قطعيات اللحمة، يعني اغلب الحتت المميزة. وبالنسبة للفيليتو انا كنت صورته قبل كده، وان شاء الله احط الروابط بتاعت فيديوهات اللحمة في صندوق الوصف للي حابب يشوفها. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وكل اللي عايز يعرف قطعيات اللحمة شكلها ايه وبتعمل منها ايه يستفيد من الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة